أستاذ نجم، يعني حقيقة إحنا يعني أشبه لك اليوم تشرين أشبه بشريفة بنص عاهرات. حقيقة يجوز يزعل من عند البعض، لكن شكو واحد قابل أو محرض أو صامت اتجاه قتل الشباب فهو شريك بالقتل وشريك بهاي الجريمة. أطلب من الشعب العراقي شغلة واحدة، بس شغلة واحدة. احنا اليوم تشرين ما اعتقد يختلف اثنين بالدنيا كلها، مو بس بالعراق، على النية الصادقة لثورة تشرين، بغض النظر عن شخوص تشرين، الشخص الوطني او الشخص المندس او الشخص اللي ترك تشرين وذهب الى منافع شخصية ما علاقة بها. كتشرين قضية وطنية اللي طلعت بواحد عشرة، وما زالت الشباب، آلاف الشباب مستمرة على نفس القضية. أتكلم عن هذه الجزئية فقط. إحنا أستاذ نجم نطلب من الشعب العراقي أنه خلي يصير الخط الدم العراقي خط أحمر، مو العمامة خط أحمر، ولا تاج راس خط أحمر، ولا القبلية خط أحمر، خلي يكون الدم العراقي فقط، الدم العراقي هو الخط الأحمر. خل ما نقبل، لا تقبلون بسفك دم عراقي، لا تقبلون انه العراقي ينقتل، هذا ابنكم. ليش الدم العراقي رخيص؟ ليش؟ ليش بيا بلد الدماء رخيصة؟ ليش ارخص دم هو الدم العراقي؟ ليش احلى شباب، احلى شباب العراق وانظف واطهر واكثر وطنية واكثر شجاعة هم اللي جاي يضحون؟ استاذ نجم، استاذ نعم. نجم، نعم. احنا الشعب العراقي انا اعتقد كله غيره، ان شاء الله كله غيره. مو بس احنا نشيل هموم العراق. ليش احنا الموت يطاردنا وغيرنا من الشعب اللي هو شريك ويانا بهذا الوطن، اللي هو جاي يعيش نفس المعاناه، يروح يفتر بالمول ويفتر بالشارع ويروح ويباوع شلون ينقتل ابن بلده اللي طلع من اجله. ماكو منافع شخصيه ابدا، ماكو مطالب شخصيه ابدا، طلعنا من اجل هذا البلد. يعني عتب كبير، عندي عتب على المرجعية، على القنوات الإعلامية، على المنظمات، أمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة اليوم اللي متواطئة مع الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي. احنا جاي نصيح، احنا بخطر، حياتنا بخطر، الناشطين هم كلهم ما بيهم، هسه اللي بقوا ما بيهم حتى 100 واحد اللي مهددة حياته. ليش ما تحمينا؟ ليش ما تحميهم؟ انت مو تقول تشرين جابتني، انت مو تقول لو مو تشرين انا ما اصير، انت مو تقول انا الشهيد القادم. وين؟ ليش صاير اسير بيد مقتدى وغير مقتدى؟ ليش؟ ليش؟ الشرطه العراقيه، الجيش العراقي عمركم 110 سنه، ليش؟ ليش؟ ليش جهله وعصابات تقتل قدامكم؟ انتم مو اقسمتوا بالشرف العسكري من استلمتوا سلاحكم؟ مو اقسمتوا على المدافع عن الشعب العراقي؟ ام الصلاح ينقتل يم دوريات الاتحاديه استاذ نجيم؟ احنا هسه انا اذا انحصر ما اخاف اروح اذب روحي على دوريه لو على نقطه شرطه، ما يخلصوني، ما حد يحميني، بس الله اللي يحميني، بس الله اللي يحميني. ولا متى؟ الى أنا متى أنا احنا أنا نقطه أنا واحد شريف مثل صلاح ومثل ال 810 اللي راحوا، واحنا اللي كل اللي عندنا نصعد ترند بالسوشيال ميديا، والقاتل باقي يفتر وباقي يقتل وباقي يختال باحلى شباب هذا العراق.